بمجرد المرور بإحدى فتحات سور مجرى العيون، نجد أنفسنا في منطقة المدابغ، أقدم منطقة لصناعة الجلود في مصر، والذي يتجاوز عمرها 100 عام. صناعة دباغة الجلود صناعة قديمة وليها تاريخ في مصر وليها مكانة في الاقتصاد، أثر في الاقتصاد العام. طبعا بتواجهنا شوية مشاكل في القطاع، منافسات بقى الجلد الصناعي والمنتجات الصيني والحاجات دي، وللأسف المستهلك مش عارف ان ده انه بيشتري منتج صناعي. منطقة المدابغ بمصر القديمة سيتم نقلها لمنطقة روبيكي، فما تأثير ذلك على هذه الصناعة والعاملين بها؟ انا شغال في المدابغ بقالي 20 سنة، هنا بنلاقي فرص عمل كويسة اوي. احنا مش ضد النقل عموما، بس على الاقل مزار حياة، مدرسة لعيالي، مستشفى نتعالج فيها من اصابات، كيماويات، ناس فاهمه في الكلام دوت، شبكه مواصلات. انت هتنقلني من قلب العاصمه وتوديني الصحراء، احنا مستعدين للكلام ده، مفيش اي مشكله طالما ده في الصالح. المكان ده كويس جدا، القطاع عامه دايما في رينيوبل للمعلومات، تكنيشن اجانب شهريا بييجوا ويقعدوا معانا وبيتكلموا، بيعلمونا كتير جدا. الواحد يعني عنده خلفية دلوقتي كويسة جدا، على سنتين بالنسبة لأي شاب تاني خبرة كبيرة كده مش هيلاقي. المكان قريب جدا من السكن، يعني لو بعد أكتر من كده الله أعلم هنعرف إحنا زي ما إحنا ولا الدنيا كلها تتغير. المجموعة اللي هنا اللي في مجرى العيون على عكس ما يتردد تماما، هم مش ضد النقل خالص، هم مش ضد التطور، مش ضد ان احنا نعمل نقلة حضرية للصناعة بتاعتنا، لكن لما يكون عند حضرتك 75 ألف عامل، 25 ألف أسرة بيشتغلوا في الصناعة ديت، لازم نأمن لهم مستقبلهم. لأن أنا لما هروح مدينة الروبيكي من غير العامل، يا ترى أنا هعمل إيه؟ هنتج إزاي؟ أنا كل نجاحي معتمد على العامل، والعامل لازم أأمنه وأأمنه على مستقبله وعلى مستقبل ولاده عشان أعرف أخد منه اللي أنا عاوزه. حركة فائقة ومستمرة للعمال والماكينات تحمل علامات مهنة دباغة الجلود بين ماض عريق ومستقبل غير واضح الملامح. خلف سور مجرى العيون الأثري أسرار ساكني مصر القديمة، قصص وحكايات تحول منطقة المدابغ، أقدم منطقة لصناعة الجلود في مصر، والتي تقع الآن بين مقصلة القرار الحكومي لعملية النقل إلى روبيكي وسندان تداعيات وإشكاليات تنفيذ هذا القرار. نشوى صالح، النيل.